عدد المنتحنين 22 ضابط و 32 ضابط صف، والمواد المنتحنين فيها امتحان نامس في قانون حماية الأراضي، قانون الغابات، وقانون التفتيش، واليوم في قانون الإجراءات والعقوبات، وفتح كيفية فتح جمع السدالات والمحاضر بالمراكز والنقاط اللي تابعة للفرع جهاز الشرطة الزراعية طرابلس وفرع جهاز الشرطة الزراعية تجورة. انضم الى الفرعين منتحنين في منطقة واحدة. والله المشاكل لا تعد ولا تحصى يعني. اولا المواطن موش مساعد الجهاز في تهدئة عمله، وثانيا قلة الامكانيات. الامكانيات تعتبر معدومة في الجهاز، ما فيش، وخصوصا في ظل الفترة هذه انت عارف الوضع يعني، الحالة المادية وحالة الوحدة، فما فيش امكانيات يعني، كلها مجهودات ذاتية يعني.